بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نظرا لما يعانيه المسلمين في سوريا الحبيبة من قتل وتهجير وتدمير للمقدسات والمساجد وبدافع الغيرة لديننا ومقدساتنا وشعبنا وعرضنا، تم بفضل الله وعونه تشكيل كتيبة صقور السنة بريف إدلب التابعة لحركة الفجر الإسلامية، ولله الحمد. نسأل الله الشهادة في سبيله مخلصين، ونسأله الله تعالى النصر المبين. الله أكبر ولله الحمد. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.